المشكلة في السياسة؟ المشكلة أن المواطن لا يحتاج إلى خطابات عاطفية، لا يحتاج إلى خطابات قومية، ولكنه يحتاج إلى سياسة حقيقية تمس جيبه، تمس أكله، تمس مواصلات، تمس الصحة. أيهما أرجع؟ أنا أقول نحن نعيش أو المنطقة والتركيا خاصة ظروف صعبة جدا. يعني هناك المنتخبين لهم طموحات الاقتصادية، مزبوط، في بعض عندهم طموحات الحزبية، في بعض عندهم طموحات الدينية فوق كل مصالح الأخرى. ولكن في الساحة حاليا أن هناك حزبين مهمين جدا في تركيا يؤثر على التجمع أو نتائج الانتخابات، منها حزب المهبة القومي التركي وحزب هدبة الكردي. هذه الحزبين وجودها أو أسلوب الخطاب اللي يلقى فيها، من سيأخذ من هذا الحزب أحزاب بعض الآراء لصالحه؟ نقول قديما كان أردوغان أسلوبه وطريقته كانت تجمع أكثر، ولكن في الانتخابات الأخيرة خاصة البلديات كان هجوم قاسي جدا على القوميين الأتراك، لم يستطيع جذب أو السحب بعض المنتخبين من هذا الحزب. ونجد أيضا مهبة حقيقة، يعني عندما أنا أوافق مع الدكتور إعادة النظر في ترتيب الأوراق، في الأسلوب الخطاب، كل الأشياء لا بد يعيد النظر فيها، ونحن في الحزب نعيد هذه الأشياء ونرفع هذه الملاحظات للحزب على أساس أن يكون الأسلوب يجمع 80 مليون التركي يعيش في البلد. لذلك نجد تأثير المهبة في أنقرة لم نجد نتيجة، أما تأثير الهدبة في إسطنبول أثر. نحن نعرف الحزب الهدبة في إسطنبول فوق 10%، يعني 6% أصواته راح إلى الجهبة، أثر تنافسه القريب للحزب التنمية أو العدالة والتنمية. لذلك لو أخذنا منها جزء، والمهبة اللي كم لو أيدونا بشكل صحيح لم يكون هذه المنافسة قريبة جدا، لأن الرقم الإجمالي الكلي يعطي حزب العدالة 52%. طيب أنا يعني والتجمع الشعوبي 37%.